مبروك لنادي الزمالك، يعني ده اهم حاجة عندي ان جمهور نادي الزمالك يبقى مبسوط. نمرة اتنين، نادي الزمالك يرجع لطبيعته اللي كلنا عارفينها عنه، يعني ان شاء الله هيبقى بيسعد كل الشعب الزملكاوي في مصر. هو كان تحدي كبير جدا بالنسبه لاعضاء مجلس الاداره كلهم علشان نوافي بالعهود اللي احنا قلناها لاعضاء الجمعيه العموميه اللي ادونا الثقه بتاعتهم، وكنا خدنا عهد على نفسنا ان احنا مش هنرد، احنا هنشتغل، وكنا متفقين ان شاء الله يطلع المنتج بعد 100 يوم زي اي حته في الدنيا. الحمد لله، اعتقد وانا بعتبرها ان دي بدايه، على فكره ده مش الاخر يعني، لكن ربنا وفقنا الحمد لله ان تبقى بدايه قويه. كان في صفقات شويه كانت مستعصيه، يمكن زياد شويه، لحد ما وصلنا للفورمه المعينه. كابتن حسين مفاوض جيد جدا يعني، اعتقد الباقيين كلهم، اصل اهم حاجه في الصفقات رغبه اللاعب، ان يبقى اللاعب هو عاوز يجي، فبتحصل بقى تاثيرات امور وبيبقى المفاوضات في الارقام والفلوس، اكيد الناس بتقرب من بعض طالما اللعيب عنده الرغبه ان هو يجي. فالحمد لله ربنا وفقنا يعني في عدد الصفقات دي، اكيد حاجه كويسه. سعيد، من وجهه نظرك يقدر يفيد نادي الزمالك سنه واثنين وثلاثه؟ جدا جدا. خلي بالك اللعيبه لما بتبقى بتوصل لهذه المرحله من النضوج والنجوميه، ما بيبقاش دوره بس انه يلعب، لا، ده بيشع طاقات ايجابيه كبيره جدا في اللعيبه اللي حواليه. اللعيبه الصغيره لما بتتفرج عليه بيبقوا مثل، بيبقى هو مثل اعلى ليهم، اكيد ليه ادوار تانية كتيرة جدا. انت شوف لما جيت اقدم هو اخر واحد، قد ايه الناس مبسوطة والجماهير مبسوطة. كل ده عوامل اخرى غير مستوى الرائع، هو مستوى ثابت بقاله كام سنة، الناس كلها عارفة مين عبد الله السعيد، فاكيد هيفيد نادي الزمالك طبعا. انا بحب الناس الناجحة وبحب الناس اللي بتشتغل. هيحسب لمجلس الادارة السعي، هيتحسب لك السعي، يعني هتحسب لك دايما ان انت اجتهدت، تحسب لك دايما ان انت قطعت اشواط كتيره جدا جدا، تحسب لك كتير ان انت جبت صفقات، الشغل الفني وجبت مدير فني. الشغل الفني والتناغم بيحتاج صبر، بيحتاج مجهود كبير، مفيش حاجه بتبقى بين يوم وليله، انما كل حاجه بتاخد وقتها، الطبيعي انها هتاخد وقتها يعني. وده اللي انا انتظره في نادي الزمالك. جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، متابع مع حضراتكم.